الفترة هذه فترة نتاع فما موقف كوميونيكيشن فما موقف نتاع حتى لو في السياسيين حتى في السياسيين هو اللي في المعارضة ولا فما موقف كوميونيكيشن حتى الجمعيات فما موقف كوميونيكيشن. هذا هدف أن نحاول أن المساج اللي يخرج من الجمعيات يكون أن يكون وراه حل المشكلة إن شاء الله تكونش وراه مشاكل إن شاء الله. أحلى مساج نوصلوه عن طريق سي سمير. نشكرك على الإضاحة اللي عملت لنا هذه توا. نزيد نشوف مؤطر آخر يزيد يعاوننا بإضافة جديدة ولا لا ولا فك عليه تعبت المصور متاعي تعب برشا. شكرا جزيلا. احنا معك ميزيكانا تي في, هي قناة تعنى بالشباب أكثر حاجة. ثم بعد نعطيوه السيت باش يتفرج فينا. شكرا. إن شاء الله. ميرسي سي سمير. يعيشك. ميرسي بيان. هي احنا توا معنا سي عصام بن سعد. عصام بن سعد عن جمعية شكون؟ شبكة جمعيات مدينة. شنو هالجمعية هذه نخرج وتقولي جمعية شبكة مدينة؟ باهي انت كنت توا داخل في اطار الدورة التكوينية. الدورة التكوينية عدد مشروع. صحيح عدد مشروع هذا تم تاع اليوم. شنو فهمت يا عصام؟ ما يورا علي. والله فهمنا كيفاش ما فهمتش انا بصراحة. لا حول ولا قوة الا بالله. وينك المؤطرة بربي خاطر انا ما فهمتش شيء. اما كما نقولوا انا حسب ما اسم الفورماسيون عدد مشروع معناها باش تعلم كيفاش تعمل مشروع, كيفاش تلقى الممول, كيفاش تعمل كراسة الشروط, كيفاش تعدى المراحل من الأول خطوة لآخر خطوة حتى الديماراج نتاع المشروع يبدا ينتج لك فلوس. نورمالمون هكا الهدف نتاعنا عشان نحب ونخرجوا الناس الكل معناها تعرف تعمل مشروع تعرف تدخل فلوس تعرف تدخل بالطبيعة. إيه سيرتو هذه من بعد أعطيه خاطر أنا ما حضرتش للآخر هذاك الهدف. أعطيني الهدف هذا كيفاش نوصلوا له. وتو أنت تتصور حسب الأهداف هذه نجم ناخذ ونحصلوا فلوس بالطبيعة. أنا مانيش مركز برشا. شو النظرة التفاؤلية هذه بالطبيعة؟ مش مركز برشا. خاطر من البارتية الأربعة ماك تعرف ما عادش برشا. ميساج رئيس الجمعية يقولوا له راك اخترت الوقت قبل ماتش شكون بالله؟ تونس ولا كوت ديفوار. تونس وكوت ديفوار يا ربي تسهل. على أعصابكم الأهلي بلا. هاي نبدلوا نحكي شوية على الرياضة. شنو تقول أنت؟ نربحوا ولا ما نربحوش؟ لا صعيب الماتش ان شاء الله نور ما نقولوش ربح والله سكولتي كل لغه الجوارات بربي ويعاونوني فيها اصحابي وما نعرف شنو ودوري. شكرا سي عصام ميرسي على المداخله هذه. زيد سؤالي معناتها تو زيد سؤالي مع عصام وزيد سؤالي مع الاخرين دابا ماتش تونس في الكوت ديفوار الله غالب ارجعوا لنا غدوه ان شاء الله فمش ماتش ممكن نرجعوا لكم غدوه ولا قدر الله بعيد شهر بعيد شهر بعيد شهر نبداو خاسرين بوني هكا زرقاء. لا لا اوكي سلام ميرسي بيان على المداخله هذه بارك الله فيك يا عائشة.
Thank you.